وفي أحد الأيام دخل سفينة هو وتلاميذه، فقال لهم لنعبر إلى عبر البحيرة، فأقلعوا. وفيما هم سائرون نام. فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر. فتقدموا وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك. قام وانتهر الريح وتموج الماء، فانتهيا وصار هدوء. ثم قال لهم أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح أيضاً والماء فتطيعه. وصاروا إلى كرة الجدريين التي هي مقابل الجليل، ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل، وكان لا يلبس ثوباً ولا يقيم في بيت بل في القبور. فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أطلب منك أن لا تعذبني، لأنه أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان. لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربط بسلاسل وقيود محروساً، وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البراري. فسأله يسوع قائلاً ما اسمك؟ فقال لاجئون، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى في الجبل، فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها، فأذن لهم. فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق. فلما رأى الرعاة مكان هربوا وذهبوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابساً وعاقلاً جالساً عند قدمي يسوع، فخافوا. فأخبرهم أيضاً الذين رأوا كيف خلص المجنون، فطلب إليه كل جمهور كورة الجدريين أن يذهب عنهم لأنه أعطاهم خوف عظيم. فدخل السفينة ورجع. أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن يكون معه، ولكن يسوع صرفه قائلاً ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع.